تموت من أجلها. كرامة الصيدلي فوق أي اعتبار، كرامة الصيدلي فوق أي اعتبار. حق المواطن في الحصول على دواء حق مشروع. لن نغلق الصيدليات لأن وطننا محتاج لكل جهودنا. لابد أن نعطي كل ذي حق حقه، نأخذ حقنا بالقانون ولا نفرط في حق أي صيدلي. لابد أن نحافظ على وحدة وطننا، لابد أن نحافظ على المريض المصري في الحصول على دوائه الذي يستحقه، لأنه لا يستحق أن يكون هناك دواء غير موجود أو دواء غير موثق أو دواء مضروب. ونحن كصيادلة نحافظ على مصرنا الغالية، على مريضنا المصري، على حقوق وكرامة كل صيدلي على أرض مصر مهما دفعنا الثمن. عشنا كثيرا نناضل من أجل مصرنا، وسنظل نناضل حتى آخر يوم في عمرنا، حفاظا على وحدة وطننا وحفاظا على مريضنا المصري الذي يستحق منا كل عطاء وكل بذل. ونحافظ على صيدلتنا الذين يبذلون الغالي والرخيص من أجل لقمة عيش حلال. نحن معكم وباسمكم نناشد ورئيس الوزراء، المجلس العسكري، محافظ الدقهلية، كل من يستطيع أن يمد يده للحفاظ على كرامة الصيدلي ومهنة الصيدلي ودخل الصيدلي من أجل مصرنا الغالية ومن أجل مريضنا الغالي الذي نعيش من أجله ونحيا من أجله. أشكركم على هذه الكلمة وعلى هذه الوقفة. ولا يموت حق ووراءه مطالب. نؤكد لكم أننا هذه وقفة، لكن قد يتبعها أشياء أخرى. نرجو أن نأخذ حقنا في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع